اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج كاتب وكتاب. باحثه ومفكره اسلاميه تسعى الى كشف حقيقه الشبهات التي يتهم بها الاسلام ظلما وجورا ودحض صحه التشريعات الظالمه للمراه المسلمه وتبيان حقيقتها في الشريعه الاسلاميه. نرحب واياكم بالباحثه صفيه بنت احمد البغدادي لنتعرف عليها عن قرب وعلى كتابها المثير للجدل البرهان على بطلان الزواج المبيت لنيه الطلاق حياك الله يا دكتوره الله يسعدك حياك الله حياك الله وبياك ومني دكتوره يعني يعني احنا نعطيكي معلد. هذا اللقب لانه ما شاء الله تبارك الله كثير قالوا لي لازم تاخذي عليه دكتوره ما عشان كذا نقول لك دكتوره جزاك الله خير هذا هي. يعني من حسن التعامل بدايه اشكرك واشكر القناه على هذه الاستضافه وجزاكم الله خير وجعل الله سبحانه وتعالى جميع اعمالكم الله ان شاء الله في الموازين ان شاء الله اللي تدخلكم الفردوس الاعلى من الجنه من دون حساب ولا سابقه عذاب نحن وانتم الجميع ان شاء الله يعطيك العافيه تسلمي في بدايه الموضوع احنا سمعنا كثير ان انت بتحاربي للمراه من الذي نصبك محاميه عن النساء <applause> والله الانسان سبحان الله لما يجد الباطل ينصب نفسه صحيح لأن الله سبحانه وتعالى نصب الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يقول آه في عدة آيات يأمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر صحيح ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صحيح المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أحاديث كثيرة كمان أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تأمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو ما هو تنصيب للدفاع بقدر ما انه نصره احقاق للحق صحيح هذا هو فكل كل منا مسؤول ان يذب عن الحق ويدافع عنه كدفاع عن الحق دفاع عن في الحق في هذا دفاع طيب عن الحق. نبغى نعرف كمان قصه الكتاب وكيف بديتي في كتابته وكم المده اللي اخذت منك كتابه هذا الكتاب كتاب البرهان على بطلان الزواج المبيت لنية الطلاق م. أنا ما كنت أعرف عنه شيء أه حقيقة أنا من يعني أكثر من عشرين سنة أه مفرغة نفسي تقريبا أه للدفاع عن حقوق المرأة في الإسلام ما شاء الله علاوة على ما يهم الـ 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 الأمة الإسلامية من قضايا م. ولكن قضايا المرأة الإسلامية المرأه المسلمه حازت على وقت كبير من من حياتي يعني تفرغت لها فتقريبا انا في طور ان شاء الله اصدار موسوعه ما شاء الله تبقى. لحقوق المراه المسلمة. العربية. المسلمه المسلمه المراه المسلمه المغبونه صراحه يعني م. فمن ضمن الاجزاء جزء يخص انواع الزواجات اللي الان انتشرت زواج المسيار وزواج المسفار و يعني عده زواجات غير شرعيه أيوة انتشرت هذه الايام ايوه لكن الزواج بنيه الطلاق ما قد سمعت عنه ولا قد عرفت عنه بس ليش مغبونة يعني ليش قلتي النساء المسلمات المغبونات يعني مغبونات ليش اخترتي هذا الموضوع وايش اللي بدا فيه مغبونات حقيقه المراه المسلمه في كثير من التشريعات يعني انا كاتبه هنا في المقدمه المراه المسلمه الرجل المسلم ولد وفي فمه ملعقة من ذهب كرجل منتصر دائما و... والمرأة المسلمة ولدت وليس في فمها ملعقة من ذهب الرجل المسلم يولد هو يعني الرجل عموما م. علينا يشهد آه يؤمن بالأركان الخمسة صحيح ويتوفر له كل وسائل الاحترام والتقدير, والتقدير و... والمكانة حتى الإنسانية يأخذها كاملة المرأة لا تؤمن بالأركان الخمسة زائد أن تسعى للحصول على معرفة هل هي بالفعل مكرمة في دينها أم لا لأن معظم التشريعات للأسف هو في الأصل المرأة مكرمة في مكرمة دين مكرمة في, الدين. في الأصل في الأصل هي مكرمة بس التشريعات أنا بقول التشريعات البشرية اللي حورت كثير من تشريعات اللي هي آه العادات والتقاليد اللي أخذتها آه الطريق غير كلام سليم صحيح فعليها أنها تسعى انها تعرف هل هي بالفعل يعني التشريعات هذه هل هي بالفعل هي هذه عقيده الاسلام؟ هذه نظره الاسلام بالنسبه لها؟ فانا لما اطلعت على موضوع الزواج بنيه الطلاق ذهلت. ذهلت حقيقه كان نشر في صحيفه فرغت الصفحه كامله لنقاش هذا الموضوع اعتبار صدور فتوى من احد العلماء باباحته. أنا لما سبحان الله لما اطلعت عليه شعرت بغبن مرة كبير هذه قصة الكتاب الكتاب. وجد أنا قبلها بسنوات طويلة وأنا أبحث في شؤون المرأة وحقوقها في الإسلام وبأسجل يعني مم. لما طلعت لقيت أنه أتوغلت البحث فوجدت أنه كل الكلام اللي بيقال عن إباحة الزواج هذا كله أقوال بشر محضة بدأت أسجل مم. فلما بدأت أسجل لقيت أنه مع طول البحث لقيت أنه في علم مخفي في علم مندثر صحيح. اللي هو متعلق بما حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صحيح. وهذا حقيقه من غبن غبن مره كبير ما هو بس للمراه يعني اللي خلاني انا دحين جزئين م. في سبعه ابواب م. في 33 فصل هل هل هذا هذا انت سميتيه بالغبن هل هذا لانك امراه شعرتي بهذا الشيء نعم وصدر منك هذا الدراسه نعم من, نعم. من نعم. تجربه معينه نعم انا في البدايه كان احساس بالغبن الشخصي صحيح بعدين لما أتوغلت في لقيت انه وانا كاتبه في الكتاب انه المظلوم للاسف يعني عند كثير من امتنا الاسلاميه اثنين الاسلام والمراه الاسلام مغبون م. لانه حقيقه بيظلم بهذه التشريعات البشريه هل هل انت تقصدي بانها مظلومه من المجتمع كمجتمع ذكوري او انه من الـ من من العادات والتقاليد والتشريعات اللي سببت هذه النظره للمراه انها مظلومه او مغبونه زي ما حضرتك قلتي. والله يا استاذ مراد هي ما اقدر نقول انه واحد واحد مسبب مسبب هي منظومه من يعني جينا نطالع نشوف انه المراه مظلومه من العادات والتقاليد هذا امر مفروغ منه. م. لكن الاصعب والامر اللي هو التشريعات البشريه إيه؟ اللي ناقضت احكام الله سبحانه وتعالى. صحيح جت عكسها تماما. تماما رجعوا وضع المراه رجع الى أسوأ من الجاهليه لانه في الجاهليه كانوا جاهليه. صحيح. على غير علم وعلى غير دين. تنوروا بالعلم بعدين اخذوها للعادات والتقاليد اللي اعتادوا انهم فلذلك نحن لما ن... يعني نتامل في الاحكام البشريه اللي ناقضت احكام الله سبحانه وتعالى نجد انها ردت المراه الى اصعب من وضع الجاهليه لانه نحن عندنا علم عندنا خلفيه دينيه عندنا احكام الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل فكيف يعني نرد الاحكام الى نقيضها احكام الالهيه الى نقيضها فمعنى ذلك حقا نستطيع أن نقول أن أحكام البشرية أرجعت المرأة إلى أسوأ من الجاهلية الأولى إلى أسوأ من الجاهلية الأولى إحنا شايفين قدامك أوراق حابين نأخذ بس استفسار بسيط عنها لأنه حاب أن تشرح حاجة عليها صحيح؟ أيوة صحيح لأنه ما إنه الموضوع أنا ما حأبدأ من البداية من البداية هذا الكتاب أيوة هذه نهاية الكتاب هذه نهاية الكتاب الخلاصة الخلاصة بعد البحث عشر سنوات عشر سنوات وأخذت قبل كده قبل عده سنوات اخذت عليه تصريح من وزاره الاعلام وبعدين رجعت لقيت انه هو يحتاج برضه الى بحث إيه؟ عشرة سنوات يمكن طن من الاوراق وطن من الـ من الـ من الـ الكتب اللي غلقتها وارجع اعيد ثاني مره بعد هذا كله هذه النتيجه يا استاذ مراد والمشاهدين مقارنه بين عقد الزواج الشرعي وبين عقد الزواج المبيت لنية الطلاق بعد البحث في الحقائق الحقائق المستندة على الشرع على القرآن والسنة فقط إنه لا غير. أنه الرجل اللي يبيت الطلاق ايوه حرام ما يجوز الزواج. حرام اللي مبيت بس نية الطلاق لأنه يعني بالنيات هم... احنا بنت... بنتحاسب. لا هم هما... و... كثير من المبيحين يقول لك أنه النية لا تنقض الفعل الظاهر عكس عكس تماما قواعد الشرع. <applause> تماما فهذا هذا الجدول هذه الأركان المتوفرة في العقد الشرعي الصحيح الإجابة والقبول أي. من الطرفين والمقصود بها هو اتفاق رغبتهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط ومهر ومسمى هذا اللي نعرفه إحنا هذا أول واحد أيوة موافقة ولي الزوج وهو شرط عند جمهور العلماء تسمية تحديد مقدار المهر المدفوع للزوجة أو الثابت لها في ذمة الزواج، إعلان الزوج الزواج وإشهاره. وممكن أتوقع إنه الجزء الأخير مش مطلوب، يعني لو واحد عمل زواج بس قال لجيرانه ومش عارف إيش هو هذا إشهار هذا إشهار، هو إشهار يعني مو لازم لا لا هو ذنب. الإشهار إنه حتى لو ذوي عدل فقط لا أي. غير، المهم إنه ما يكون سري يعني أي. أي. لكن هنا متوفرة في عقد الزواج المبيت لنية الطلاق، أي. لا يوجد الإجابة ولا يوجد ولي أمر تسمية تحدد مقدار المهر فقط لا غير واعلان الزواج يشهاله فقط يعني بقى. حتى انا لما ابيت النيه في ان انا خلاص بعد فتره حطلق اي آه ما ما احتاج لقبول ولا احتاج لولي لا. امر لا مو هو هذا المعنى المعنى انه شرط الركن من الاركان الايجاب والقبول الايجاب اللي هو لما احد الزوجين وعاده نحن عندنا في مجتمعنا الزوج هو اللي يطلب يطلب الزواج من فهذا اسمه ايجاب إيه؟ القبول يا من المراه نفسها او يا من, من ولي أمرها, من ولي أمرها رغبتها أيوه. أيوه فهذا الإيجاب والقبول هنا ما هو موجود مع إنهم بيدعوا إنه آه بالعكس هم هم عندهم الإيجاب والقبول يعني كان عندها عندهم قائمة على زواج عقدهم قائم على أركانه وهذا غلط بعد البحث عقدهم ليس قائم على أركانه أبدا ناقص عندهم الإيجاب والقبول وأنا أقول لك ليش م. لأنه المرأة آه ما تدري ثانية. عنها أيوه. ما تدري عن الـ عن الـ النية المبيتة فهنا يصير في طعن في القبول أي ما تدري عن نية الرجوع هذا هو ثانيا ولي أمرها ما عنده نية الـ نية الـ الـ الطلاق فهنا برضه ما أخذ موافقة ولي أمرها مم. شرط الصحة شرط الصحه في الـ في الـ في الـ في الـ اركان الزواج مفتقد له عقد الزواج مبيت للطلاق تمام فما عندهم يعني ناقص هذا هو أيه موافقه ولي الزوجه فهمتك يعني الشروط ليست متوفره يعني الاركان و... هنا طعن اتضح م. انه م. عقده عقدهم ناقص بثلاثة طيب اركان طيب احنا كده نحتاج حلقه اخرى معك بنفس الموضوع أه وحنكمل محاورنا بس هناخد جزء اخر من الحلقه طيب تفضلي بس نعرض هذه نقول أيه. هنا عندنا جدول بياني يوضح عدد الاسباب المحرمه مقابل الاسباب المبيحه للزواج مبيت لنية الطلاق هنا الراي راي المحرمين وراي المبيحين والنتيجه الحاصله عدد الاسهم سبعه اسهم يعني كان اعطينا لكل راي سهم سبعه اسهم تحرم استنادا على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم الـ الـ الزواج المبيت بنية الطلاق. م. هنا عندهم رايين وغير قائمه على اي استناد شرعي. م. قائمه على اقوال بشر واراء بشر فقط لا غير. طب هو ايش يسبب انه يكون في زواج بنية الطلاق؟ لانه الاخطاء الاخطار, الأخطار أه أتكلم عنها كثير من العلماء اللي 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 حرموه يعني بتكون المراه اولا كانها سلعه ثانيا الابناء في كثير عندنا الان من الشباب بيسافروا ويتزوجوا في الصيف ويتزوجوا اعتمادا على هذه الاباحه تمام فبيتركوا زوجاتهم م. ويتركوا اطفالهم طيب انا استاذنك احنا عشان حناخذ حلقه اخرى ان شاء الله في ختام هذه الحلقه باسمي وباسمكم نشكر الباحثه والمفكره وانتظرونا في الجزء الثاني من هذه الحلقه إلى ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته